ربما تكون المدينة الهادئة زنجبار على أعتاب كارثة بيئية وشيكة، خصوصا بعد عجز السلطة المحلية عن إنشاء شبكة لتصريف مياه الصرف الصحي. الوضع اللي تمر فيه المحافظة وضع متردي، والسلطة المحلية تجني جميع الإيرادات اللي تجمعها من المحافظة ولا نرى لها أثر على الأرض الواقع. هكذا يبدو المشهد في عاصمة محافظة أبيان بعد الإضراب الذي أعلنه عمال النظافة والصرف الصحي احتجاجا على عدم صرف مستحقاتهم المالية المتوقفة منذ أشهر. لما تجي تتكلم مع أصحاب البلدية يقولوا لك أنهم بلا رواتب سنتين وأربع شهور، يعني ما يسلموا، وهم أهم حاجة هم على أساس أن هذا، شوف هذه تجيب أمراض، يعني منتشرة الأمراض بسبب هذه الوساخة. المستنقعات الراكدة جعلت الخوف يبدو طبيعيا في ملامح المواطنين وأحاديثهم لما قد تسببه من أمراض خطيرة ناتجة عن البعوض الذي وجد في هذه البحيرات مراتع خصبة. تتفاقم المخاطر يوما بعد آخر في حال استمرار إضراب عمال النظافة الفئة الأكثر تهميشا ومعاناة، وفي حال تجاهل مطالبهم المتمثلة في صرف مرتباتهم المتواضعة. استمرار إضراب عمال النظافة والصرف الصحي وتوقفهم عن العمل جعل عاصمة المحافظة تبدو مهددة بكارثة بيئية تهدد الأهالي. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبيان.